بسم الله، أهلا بكم يا شباب. هنكمل سلسلة فيديوهات الهيليسكوب. هندخل على الموقع www.telescope.com. بعد كده طبعا زي ما شفنا الأربع أيقونات اللي هو الهوم والبروجكتس واللايبرري والدوكيومنتيشنز. احنا طبعا وصلنا في اللايبرري، شرحنا الموديولز. هنبدأ نشرح دلوقتي الانفرترز والاوبتمايزر. الانفرترز والاوبتمايزر، لو دخلنا هنا على انفرترز بحيث نشوف قاعدة البيانات الموجودة داخل البرنامج فيها ايه من الانفرترز. زي ما شفنا في الانفرترز في السولار بانل موديول، تمام، او السولار موديولز، هنبدأ نشوف هنا الانفرتر. هنا بيقول لي الكومبوننت لايبرري، كاتب لي هنا ايه بدل موديولز، كاتب لي مين؟ انفرترز. يبقى هنا احنا دخلنا على الانفرترز. نفس القصة، انا بدخل هنا لو انا عارف المانيفاكتشرر اللي هدور عنه او عارف الديفايس نيم اللي هو بالبارت نمبر بتاعي، بدخل اعمل سيرش مباشرة عليه. لو احنا اتصفحنا كده بسرعة، لو انت شايف جايب لي انفرترز زي اي بي بي مثلا، تمام، بعد كده جايب لي باقي الانفرترز اللي مستقيمة، يعني مثلا ادفانسد انرجي، تمام، انفرتر ادفانسد انرجي، اي اي سي، تمام، وهكذا. هيجيب لي طبعا اس ام اي وكل انواع الانفرترز المعروفه بتاعتنا. انا عايز ادور على الانفرتر الخاص بشركه شنت، هكتب شنت، تمام، في السيرش هيجيب لي الانفرترز اهو. في عندي الانفرترز المانيفاكتشرر شركه شنت، وهيديني الماكسيمم باور الخاصه بالانفرتر والمينيمم فولتج والماكسيمم فولتج وابلودد باي الموقع اللي هو الخاص بهليسكوب. لو انا مثلا جيت هنا انا عايز اختار انفرتر 10 كيلو، رحت هنا ادي سي بي اس اس سي اي 10 كي تي ال، تمام، ده انفرتر 10 كيلو، تمام، كان بيعمل على جهد 380 فولت، في واحد بيشتغل 380 فولت 3 فيز بتاعه، في واحد تاني بيشتغل على 400 فولت. يعني مثلا هنا عايز اشتغل على 10 كيلو 400 فولت، تمام، او عايز اشتغل على 10 كيلو 380 فولت، يبقى انا هختار ادي شنت المانيفاكتشرر. الماكسيمم باور اللي بتطلع منه 10 كيلو، المينيمم فولتج 160، تمام، الماكسيمم فولتج 1000، متحمل بواسطه الموقع بتاع هليسكو. فانا هختار مثلا سي اللي هو ال 10 كيلو ده يا شباب اللي احنا شايفينه سي اس اي، تمام، 10 كي تي ال 380. اول ما انا هضغط عليه نفس الفكره اللي بيعملها في الالواح بيعملها في الانفرترز. هيجي هنا اهو كاتب لك النيم، ده الموديل اللي احنا اخترناه، المانيفاكتشرر شركه شنت، الماكسيمم اوتبوت باور اللي هو الانفرتر بيتسمى بالاوتبوت باور اللي بتطلع منه 10 كيلو، المينيمم باور، تمام، الماكسيمم فولتج 1000 فولت، الماكسيمم باور بوينت تراكنج فولتج 950 فولت، المينيمم 160 فولت، تمام. طبعا هنا بيديني الاي سي اوتبوت بيشتغل 3 فيز 380 وبيشتغل سنجل فيز 220، واتحمل في التاريخ الفلاني. بيديني المفروض هنا الداتا الخاصه الباور الخاص بالانفرتر، وبيديني الافشنسي الخاصه بالانفرتر، تمام. انا طبعا لو وقفت هنا كده هيديني القيم بتاعه المفروض الكيرفات بتاعه الافشنسي والخاصه بالباور. هنبدا نشوف انفرتر تاني، نبدأ نشوف انفرتر تاني مثلا اللي هو 400، تمام، 400 فولت 3 فيز، بيديني نفس القصة، تمام، بتاعتي الافشنسي التوتال بتاعتي كام؟ 98% مثلا، تمام، والباور اللي بتطلع منه الفولتج الموديل الخاص بالانفرتر. طبعا هنا الموديل بيرفورمانس اللي هي الأداء بتاع الانفرتر، تمام، زي ما احنا شايفين كده الاداء بتاع الانفرتر بيبقى الافشنسي هنا 98%، هتلاقي 98% دي مكتوبه تحت هنا، تمام، طبعا المصنع شركه شنت. لو احنا برضو رحنا شفنا انفرتر تاني مثلا شنت باور، تمام، انفرتر 30 كيلو 30 كيلو، تمام، دخلنا عليه هنا جايب لي طبعا هنا الموديل اهو سي بي اس سي اس اي 30 كيلو، تمام، شنت باور، الماكسيمم باور اللي بتطلع منه 29 كيلو. طبعا ده بيديبند على الافشنسي الخاصه بالانفرتر. طبعا هنا دايما بيديني الباور
الباور مثلا هنا عندي 30 كيلو، فهو بيبدأ من 5 كيلو يشوف عند ال 5 كيلو الافشنسي بتاعت الباور كام، تمام، عند ال 10 كيلو الافشنسي كام، عند ال 15، عند ال 20، عند ال 25، عند ال 30، تمام كيلو، بتبقى الافشنسي هنا طبعا حسب القيمة بتاعت الباور اللي انت بتقيس عندها. يعني مثلا هنا عند الخمسة، تمام، في عندي الافشنسي 96%، تمام، زي ما احنا شايفين كده قيم الافشنسي المختلفة. طبعا ده بيبقى حسب الفولتج، يعني انت هنا الافشنسي وهنا الباور حسب الفولتج. لو انت شفت هنا الاخضر، ده الاخضر اللي هو 300 فولت، الاسود عند 420 فولت، الازرق عند 600 فولت، يبقى انت هنا بتاخد المحور الافقي اللي هو الباور والمحور الرأسي الافشنسي عند قيم مختلفة من الجهود، تمام، اللي بيشتغل عندها الانفرتر. طبعا هنا جايب لك الافشنسي تيبل اهو، لو احنا شفنا 300 و420 و600 اللي موجوده فوق دي، حطهم لي كده كعمود، ادي الفولتج عند 300، عند 420، عند 600، وبيديني الباور، تمام، والنسبه بتاعتها كام في الميه اللي بتطلع من الانفرتر. طبعا هنا نفس الكلام اللي احنا شرحناه في الموديل اللي فات، بيديني الموديل 30 كي تي ال اهو، شنت باور 29 كيلو الماكسيمم باور، المينيمم باور 100 واط، تمام. بعد كده مديني، تمام، هنا الماكسيمم فولتج 800 فولت، والماكسيمم ام بي بي تي فولتج 680، والمينيمم ام بي بي تي 300 فولت، والمينيمم فولتج 300 فولت. طبعا ده بيشتغل، خلي بالك، ده عباره عن 3 فيز بتاعه 220 زي السعوديه هنا، والسنجل فيز بتاعه 127 اللي هي 110. فبالتالي احنا لما جينا اشتغلنا على الانفرترز لازم نشوف انا عايز 3 فيز الوضع الحالي، تمام، 400 فولت، ولا عايز 3 فيز 220 فولت، يبقى حسب القيمه بتاعه الجهود. طبعا اللي هو 3 فيز 220 ده تقريبا شبه مش موجود يعني، بس انت برضو تاخد بالك ان انت لو محتاج تشتري حاجه زي كده شنت بتوفر لك الكلام ده موجود عندهم في الانفرتر. طبعا زي ما شفنا الكلام اللي بينطبق على الانفرتر الخاص بشنت بينطبق على اي انفرتر تاني انت عايز تدور عليه. يعني مثلا عايز ادور على اس ام اي مثلا، تمام، اس ام اي راح جايب لي كل الانفرترز الاس ام اي، تمام. عايز ادور على اي انفرتر تاني، تمام، بدخل بكتب هنا الانفرتر اللي انا محتاج ادور عليه، اشوف المودلز، معظم الانفرترز متضافه. طبعا اي انفرتر بتيجي جديده هو بيدي لك ان انت بتعمل ابلود، تمام، للانفرتر الجديد، زي ما شفنا في الفيديوهات السابقه ان انت تقدر تعمل ابلود لملفات الاو ان دي لاي انفرتر. وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات اللي جايه، هنكمل فيها سلسله شرح خاصه ببرنامج الهولوسكوب بالتفصيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.